السلام على رسول الرحمة رسول رب العالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أرواح شهداء الإسلام والمات على الإيمان وموتى المؤمنين لا سيما من اجتمع لأجل إهمال الحاج عبد الستار الزريق والحاج حسن علي حسان رحمه الله من أهل الثواب الفاتح. سأبدأ ببضع كلمات وجدانية كتبتها لنفسي وللمناسبة. الحديث عن فقد الأب حديث له شجونه الدفينة وأحاسيسه المكبوتة. يوم يقول الموت بينك وبين من تحب وتعجز عن البوح لصدق لما يجول في داخلك، يصبح الصمت أفصح من البيان. تود لو ترجع الأيام بك قليلا تعطيك فرصة لتعبر عما بخلت به يوما من الأيام. يوم يخطف الموت الأب تشعر أن عمود الخيمة قد هوى وأنه انكسر في داخلك ما لا يمكن جبرانه. ونحن الذين كنا نشعر آباءنا يوما ما أننا آباء مثلهم، فيتناحد الأب تنهيدة لم نكن ندرك معناها إلا بعد أن فقدناه. نجلس على قبره فلا نقوى على الحديث، وتضيع الكلمات من خاطرك وتتلعثم الحروف على لسانك، تستذكر كلامه الناصح ومواقفك الخاطئة. فالموت يضعك أمام مرآة نفسك، تود أن تقول أني فخور بك أنك أبي وأنني فخور أني ابنك. تود لو تخرج أشعة عيناك تراب قبره الناعم أو تعفر وجهك ببركته، لعلك بذلك تجبر تقصيرا أو لعلك بذلك ترسل رسالة اعتذار. يحرقك بشوق لا لقاء بعده، وتتمنى الكثير الكثير لو أديته حال حياته، لكن هيهات. تتألم في داخلك موهما نفسك أنه ألم الشوق، وهو أقرب إلى ألم التقصير منه إلى ألم الشوق. فلا يسعك إلا أن تطلب له الرحمة والمغفرة، وأنت تشعر أنك تطلب لنفسك المغفرة عما بدا منك من تقصير يوما ما. يضج في داخلك صوت أني استقمت كما تريد وتجاوزت ما لم تكن راضيا عنه، فهل إلى رجعة من سبيل؟ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كثيرا ما نردد قول الإمام السجاد عندما سئل عن حق الأب فقال: حقه أن تعلم أن أباك أصلك وأنت فرعه، وأنك لولاه لم تكن. لكن هل قاتنا علمنا هذا يوما؟ سؤال. أن تعلم أنه أباك، هل قاتنا علمنا هذا يوما إلى شعور أن الغصن يزبل إذا زبل الجزع، وأنه يمرض إذا مرض، وأنه يشعر بالوهن إذا كبر؟ تدرك في نهاية الحديث مع نفسك أن الأبوة لا تعني إنجابا، أن الأبوة لا تعني إنجاب الأولاد، وإنما هي في مقام رفيع، إنما هي مقام رفيع وخلق وسلوك لا يناله إلا ذو حظ عظيم.
النبوة ليست إنجابا. الأبوة لا تعني أن الإنسان أنجب أولادا فأصبح أب. كل العائلات تنجب أولادا، لكن هيهات أن ترى أما يطلق عليها اسم الأم أو أبا يطلق عليه اسم الأب. في رواية معبرة أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صام 40 يوما قبل أن تولد السيدة زهرة، استعدادا لمجيئها واستعدادا لمقام الأبوة. أنت اليوم بس تكون أب صار كلمتك مسؤول عنها، مقدار العطف، مقدار الحنان، مقدار الرعاية، مقدار الاهتمام، حسن التربية، حسن المعاشرة، صار أي عمل بتقوم فيه أنت كأب صرت مسؤول عنه، صار له حسناته وسيئاته، درجته قربه وبعده عن الله. لذلك تحتاج إلى مقام تصل إليه حتى تستطيع أن تمارس دور الأب. دور الأب مش مقام إن والله إنجاب الأطفال فحسب. ولذلك لما نحكي عن فقد الأب بتحكي عن فقد مقام لا يمكن ببساطة أن توصفه أو تعبر عنه. لا يمكن أن تدركه إلا إذا فقده الإنسان، شعر في داخله هذا الانكسار الكبير. لما يصوم رسول الله 40 يوماً استعدادا لمقام الأبوة، تدرك تماما أن هذا المقام ليس مقاما سهلا. نحن بنشوف بحياتنا قد ايه في كثرة أخطاء من بتصير بحياتنا نحن كآباء. هون بنتجاوز وهون بنطنش وهون ما بنهتم وهون بندير ظهرنا وهون بنعتذر وهون بنبرر وهون بنسوف وهون بنناطر وهون بنقول هالقد قدرتنا وهون بآخر شيء بنروح بنقضيها الأيام. لكن واقع دور الأب، الأب الحقيقي، الأب المثالي، الأب الرسالي، الأب الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عمودا لهذه الخيمة والأسرة، وأنه كل كلامه ومواقفه هي إلى بعد تربوي، أنه مثل أعلى في البيت بسلوكه بتصرفاته، هذا واقع عم نحكي عن الأب من نوع آخر. ولما عم تحكي عن بر الوالدين عم تحكي عن هذا المقام. لما عم تحكي عن بر الوالدين عم تحكي عن مقام هذا المقام. لذلك عندنا بالروايات بر الوالدين كلكم بتعرفوها، بر الوالدين ما في انه والله بقول لك سواء كان قريبا او بعيدا، مؤمنا او كافرا، فاسقا او ملحدا او شو ما كان الاب والاهل، الاب والام، ليش لا تبرع؟ ما في يعني هيدي القيمه، ما هيدي القيمه اعلى من عابرة للطوائف وعابرة للمذاهب وعابرة للأديان. قيمة بر الوالدين. في رواية قصة واقعة غاية الأهمية، أن أحد الأشخاص كان يشكو لرسول الله قسوة أبيه. أبوه لم يكن مؤمنا، لم يكن يعني من تابعي رسول، من أتباع رسول الله، كان لا مع قريش ومع حكاية قريش، وكان يكره الرسول ويكره أتباع الرسول. هذا الغلام يضل يسأل بيه أنه أنا شو بدي أعمل بوالدي، أبره أو لا أبره؟ الرسول يقول لا، يجب عليك أن تبرأ منك، يجب عليك دائما أن تبرأ منك. هذا البي كان يضرب ابنه، يعنف ابنه قدام الناس، قدام العالم، يضربه قدام الناس عادي، مش فرعاني معود. لكن الأب لم يكن يوما ليشتكي، لم يكن يوما ليأن، لم يكن يوما ليعترض. ليه؟ الرسول قال له إنه يجب عليك أن تبرأ، ما فيك تعترض عليه. ضل هذا الإنسان يضربه حتى كبر البي وكبر الابن شوي، ضل البي على نفس السلوك. يوما من الأيام إجا عم يضرب ابنه قدام الناس، قام بكى الغلام، بك. قالوا له أنا عم تبكي لطالما كان يضربك سنين، ما كنت تبكي وما كنت تعترض، لا هي المرة يعني كيف؟ قالوا هذه المرة عندما ضربني شعرت أن الوهن قد أصاب يده، شعرت أنه هو ضعيف، أنه هو كبر بالعمر، أنه ما عذرته مثل ما كان يضربني بالأول، شعرت أن الوهن قد أصاب يده. فبكى مش على حاله،
بكى أنه كأنه شعر أن الرحيل رحيل أبيه قد دنا. قال له البكيت مش على نفسك، لكن بكيت لأنه شعرت أن الوهن والضعف قد أصاب يدها. هاي نقطة كتير يا أخوي المهمة، كتير المهمة، إنه قديه إحنا أحيانا بنتجاوز بكتير من القضايا، بنتعاطى مع هذا الموضوع بس على قاعدة يعني كيف بيعبروا اليوم بيقولوا على اتيكيت، إنه أنا والله بتصل كل ثلاث أيام، بسأل خاطرهم كل يومين، وكل شهر ببعث مصروفهم وأكثر من هيك مش مطلوب منهم. لكن أنا بسألكم سؤال، نحن كآباء نحن بحاجة لحنان أولادنا واهتمامهم، والله بحاجة لمالهم. يوم بس يكبر الإنسان بيصير أب، ما بتعود القصة قصة مقابل، ولا بتعود القصة قصة إنه والله مخليني محتاج والله مش مخليني محتاج، بقدر أقول أنا مش محتاج. لكن القصة قصة قصة تعامل، قصة عطف، قصة رقة، قصة أن تشعره أنك فرعه، أن تقف بجانبه على أنك فرعه وأنه هو الأصل. هذا المستوى اللي إحنا بنطلق عليه أنه بدء واقع. اليوم إحنا واقع بحاجة لحتى نعيد حساباتنا. في رواية مروية بعض العلماء بيفسروها بطريقة وبعض العلماء بيفسروها بطريقة ثانية. أنا بميل للطريقة الثانية اللي عم نشرحها. رواية معروفة انه قال له قيل لرسول الله احدهم فسأل رسول الله قال له من اباك؟ قال له امك. ثم من؟ قال له ثم امك. قال له ثم من؟ قال له ثم امك. قال له ثم اباك. هيك الرواية تفسيرين. في تفسير بيقول حسب الظاهر انه مبين انه بر الام اهم من بر الاب. هذا تفسير مبين بالظاهر. فيها تفسير ثاني لعله اهم من هذا التفسير. هو السؤال واحد يسأله لحاله، هو البين يجب بره والام يجب بره، اثنين يجب برهما. لكن بصراحه بشكل عام بشكل غالب من دون استثناءات، بر الاب اصعب ولا بر الام اصعب؟ اي بر اصعب؟ اي زعل اصعب؟ اي تراضي اصعب؟ لا شك انه بر الاب أصعب من بر الأم. يعني الأم بحنانها وعطفها وهي كيف ما كان بتضل الأمور مسيسرة مع الأم، لكن الآب بتحس بر الآب أصعب، حتى تضلك أنت يعني طايح وماشي مثل بنت وما تزعله، بتحس بر الأب أصعب. طب إذا بر الأب أصعب واثنين يجب برهما، معناته كمال البر، كمال البر أنك تكون برا بأبيك، هذا كمال البر. هو أصعب، إذا هو أصعب يعني هو اللي بيتحقق فيه كمال البر. شوف الرسول كأنه عم بيقوله أنت يجب أن تتدرب على البر شيئا فشيئا، تتدرب على البر بالتعاطي مع والدتك شيئا فشيئا، تتدرب على طريقة البر، على معالم البر، على أصول البر، على أخلاق البر، حتى تصل إلى مقام تستطيع أن تبر أباك. أنه حتى تقدر توصل لأعلى المقام وهو بر الأب، يجب أن تتدرب شيئا فشيئا على بر الأم حتى تصل إلى مقام اسمه مقام بر الأب. لأن إذا كان مقام جاهد نفس الفكرة، إذا كان مقام بر الأب أصعب وهو واجب، ما يكون كمال البر ومنتهى البر وأعلى قمم البر هو بر الأب. وهذا تقدير مهم بواقع. ممكن واحدنا يلاقي بحياته الشخصية انه برر لامه بس مش برر لابي، وهذا خطا فادح. من هذا قادر على ابي يعني مش قادر على ابي. النقطه اللي بحب ضيفها واللي ما بقتش بالشعر اللي قراهم الحاج احمد، انه ما روي عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بروا آباءكم يبركم أبناءكم، بروا آباءكم يبركم أبناءكم. هاي نحن ممكن كقاعدة نعرف سمعانينا وشايفين تجارب ناس حوالينا عايشينا، شايفين تجارب ناس حوالينا عايشينا وواعين فيها أحيانا بعضنا، لكن لا يمكن
أما ليش هي؟ شوف بر الوالدين ما ورد في الحديث إنه في كتير أمور وأعمال صالحة يأمر بها الله سبحانه وتعالى ثوابها في الآخرة. بقول لك إلا عقوق الوالدين جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. يعني في أمور كتير بتعملها أنت بحياتك ثوابها وأجرها بالآخرة. بقول لك لكن عقوق الوالدين لا، عقوق الوالدين بالدنيا بتشوفها وبالآخرة بتشوفها. طب بالدنيا بتشوفها وين؟ صلوا على محمد. بالدنيا وين بتشوفها؟ بالدنيا بتشوفها في عقوق أبنائك. بالدنيا بتشوفها في عقوق أبنائك. إذا سألت أني سؤال، شو هو أصعب ما يمكن أن يعني يؤذي أو يتعس حياة الإنسان في الدنيا أكثر من عقوق الوالدين؟ إحنا ولا ثم بالستينات أو الخمسينات أو بالسبعينات على اختلاف الأعمار، واقعاً في شيء أتعس من أنه يكون أولادك مش بارين لإلك؟ في أتعس من هيك حياة؟ يعني عقوق الوالدين، عقوق الأبناء، المصاري بتغنيك عنها؟ شهرتك بتغنيك عن 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 طاعة أولادك؟ اسمك بيغنيك؟ إنه أنا يا أخي الشيخ ومعي مصاري ومش فرقاني معي ولا بيضروني ولا بيضروني، هذا بيمشي؟ من أتعس ما من أتعس الحياة التي يعيشها الإنسان إنه يعيشها وهو عنده حالة يعني عدم البر بأهله، أولاده عنده عقوق في أهله. هذه واقعا معادلة كثير مهمة. لذلك جزاؤها في الدنيا، يعني عندما يكون الإنسان عاقا لوالديه يجزيه الله في الدنيا بعقوق أبنائه له. هذا عقابها في الدنيا وعقابها في الآخرة. حتى لا أطيل عليكم، أختم برواية مروية عن الرضا سلام الله عليه حينما سئل عن طاعة الأب، عن حق الأب، عن الرضا عليه السلام قال. طبعا الرواية ليست بحاجة إلى شرح، هو شيء مشروحة، لكن نحن نتذكرها سوية. قال له عليك بطاعة الأب، عن الرضا عليه السلام، وبره والتواضع والخضوع والإعظام والتكريم له. هذا الرضا بس يحكي يكون كل واحد يقصده فيها شيء مختلف عن الثاني. عليك بالتواضع والخضوع والإعظام والتكريم له، وخفض الصوت بحضرته، فإن الأب أصل الابن، ولولاه لم يكن بقدرة الله. ابذلوا لهم، لأهلنا ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس. في سؤال شرعي كثير بيسألوه بعض الناس، إذا أنت معك مبلغ من المصاري بسيط، بقول يا خيي ما معك إلا 100 دولار، ودار الأمر بين تصرفها على حالك أو تصرفها على أهلك، على مين تصرف؟ هذا سؤال شرعي بينسأل. ابذلوا لهم الأموال والجاه والنفس، فقد روي أنت ومالك لأبيك، فجعلت لهم النفس والمال. لما أنت ومالك لأبيك فجعلت لهم النفس والمال. تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة في البر، تابعوهم في الدنيا، وبعد الموت بالدعاء لهم والترحم عليهم، فإنه روي من بر أباه في حياته ولم يدعو له بالدعاء بعد وفاته سماه الله عاقا، سماه الله عاقا. يعني حكيناها السابقة أن بر الوالدين سواء في الدنيا أو بعد الوفاة يجب أن يكون الإنسان بارا بأهله. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، كما نسأل الله تبارك وتعالى للمرحومين الحاج عبد الستار الزريق والحاج حسن علي حسان الرحمة والمغفرة. فأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من أهل الزوال الفاتحة.